ناكد تاني معلومه فساد النظام الملكي. اول حاجه انتشار الرشاوي في البيت الملكي او في القصر بتاعه، كان اي حاجه عشان تقدر تخلصها لازم تدفع له فلوس، تمام؟ طب يا مستر ده كده سبب لخلي الفساد النظام الملكي. تاني حاجه بقى عايزين نفهمها حاجه اسمها الاسلحه الفاسده. اسمها ايه؟ الاسلحه الفاسده. صفقه الاسلحه الفاسده دي قصه كبيره جدا، وهي سبب هزيمتنا في حرب فلسطين. تخيل عشان الاستاذ او الملك فاروق ده عشان يطلع مصالح كتير جاب ارضى حاجه عندنا في الاسلحه، يعني لما جه اشترى طبعا جاب مخلفات الحرب العالميه الثانيه عشان حضرتك لما يجي يقول يا مصريين انا جبت لكم احسن اسلحه، ويروح ضحك علينا ويكتب الاسلحه بسعر وهو يطلع سمسره ليه بسعر تاني. وعشان تفهم يعني ايه اسلحه فاسده اكتر واكتر، بنلاقي ان القنبله نفسها والجيش المصري بيحدف القنبله متعود على حاجه معينه، متعود ان الفتيل لما يشد كده يبقى فيه 7 ثواني، لكن نلاقي يا استاذ اول ما يشد الفتيل ما يكملش 3 ثواني ويضرب في وشه، معنى كده ان الراجل ده بيموت قبل ما يحارب. وعشان كده كانت اسمها الاسلحه الفاسده، بالاضافه لحاجات كتيره زي البنادق اللي كنا بجايبينها. بنادق رضيها فقدام جيش قوي جيش مستعد فاكيد احنا خسرنا. فهمنا كده ان النظام كان فاسد بنظام اسمه النظام الملكي بسبب حاجتين، الرشاوي والاسلحه الايه؟ الفاسده. عدم وجود حياه ديمقراطيه. كلمه الديمقراطيه معناها اختيار الشعب من يحكمه. هل انت مقيد ولا حر؟ لا يا مستر احنا مقيدين، لان احنا لسه تحت الاحتلال البريطاني مع ملك فاسد اسمه الملك فاروق. فعشان كده عدم وجود حياه ديمقراطيه هنقول السبب الاول ليها بسبب فساد الاحزاب. يعني ايه بقى فساد النظام الملكي طبعا رقم واحد وفساد الاحزاب رقم اثنين؟ انتوا عارفين ان الاحزاب مجموعه مشتركه وكلهم بيبقى هدفهم واحد، بس يا استاذ ايام الملك فاروق كان كل هدفهم ان هم يسمعوا كلامه ما يرجموش حق المصريين. فحضرتك دلوقتي بقى عندك فساد في الاحزاب لان كله بيسمع الفاسد اللي هو النظام الايه؟ الملكي. يبقى هنا كان هيبقى لينا صوت ولا مالناش صوت؟ مالناش صوت، لان في حزب فاسد، يعني اللي مننا كلهم مش موالين لينا، ده موالين للملك وحشمته. صعبه؟ يبقى عدم وجود حياه ديمقراطيه بسبب رقم واحد فساد الاحزاب وخضوع مصر للاحتلال مين؟ البريطاني. وما دام مالكش صوت لان انت محتل واخدين ارضك. تعال بقى نشوف تدهور الحياه الاقتصاديه. وبعديها سوء الاحوال الاجتماعيه، ونبقى خلصنا ثوره كبيره اسمها ثوره 23 يوليو. افكرك بيها بسرعه تاني، استمرار الاحتلال البريطاني، هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين، وفساد النظام الملكي، وعدم وجود حياه ديمقراطيه، وتدهور الحياه ايه؟ الاقتصاديه. مستر في نهايه الترم الاول لقينا انجلترا بتطالبنا ان احنا ندخل في حرب مش حربنا اسمها الحرب العالميه كام؟ الثانية، اسمها الحرب العالمية ايه؟ الثانية. فهنا بدأوا طبعا في شروط معاهدة 36 ان ياخدوا الموانئ بتاعتنا والمطارات بتاعتنا في خدمتهم هم. بمعنى اصح تم استنزاف موارد المصريين، صح ولا غلط؟ اه يا مستر. طب لان هم جعلوا مصر ميدان يعني مكان للحرب العالمية كام؟ الثانية. يبقى هو ده السبب اللي يخلي الحياة الاقتصادية تتدهور. بسبب رقم واحد حيث جعلوا مصر ميدان للحرب العالميه كام؟ الثانيه. يلا نكمل كلامنا. تدهورت الحياه الاقتصاديه، حضرتك في حرب ودخلت فيها غصب عننا، فاكيد الموارد هتقل، وما دام الموارد هتقل لا في اكل ولا في زراعه ولا صناعه، اعرف ان الشعب نتيجته هيعاني طبعا كتير من الفقر والمرض والجهل، يبقى معاناه الشعب المصري. يبقى تاني كده يا استاذ، تدهورت الحياه الاقتصاديه سوء بسبب جعل مصر ميدان للحرب العالميه الثانيه. تعال بقى نتكلم عن الاحوال الاجتماعيه. حضرتك الاحوال الاجتماعيه برضك لازم تبقى عارف المجتمع في الوقت ده كان عامل ازاي. كان في نظام كده خدناه برضك الترم الاول، نظام الاحتكار، وكان في نظام تاني هنقوله اسمه نظام الاقطاع. نقف عند كلمه الاقطاع شويه. يعني ايه كلمة الإقطاع؟ كلمة الإقطاع معناها سوء توزيع ملكية الأراضي. يا مستر يعني ايه سوء توزيع ملكية الأراضي؟ نتكلم دلوقتي عن ظاهرة الإقطاع. كلمة الإقطاع معناها سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية.
ناس كتيرة ما كانتش مرحبة بيها، وكل الناس بتحب جمال عبد الناصر لأن هم الفلاحين تحديدا، لأن هو قضى على الظاهرة دي. تعال نفهمها أكتر. فئة تملك وتستغل، فئة صغيرة. يعني إيه فئة صغيرة؟ تخيل كده، هدي مثال بسيط نوضح بيه. أنت عندك أراضي زراعية كتير في مصر. هل الأراضي الزراعية دي المفروض تتوزع على 30 شخص ولا 300 واحد؟ لا 300، لا نلاقيها بقى متوزعة على 30 واحد. معنى كده إن الأغنياء هم اللي هيتحكموا في مين؟ في الفقراء. أنا دلوقتي عندي 5000 فدان، مثال بسيط أهو. ال 5000 فدان دول أراضي بتاعتي أنا وبس. فالهنا بقى بيزرع فيها أكتر من وليكن 100,000 فلاح. كل الفلاحين دول أرضهم ولا شغالين؟ لا شغالين. فهنا يجي بقى الغني ده اللي هو عنده الإقطاع الكبير يعاملهم أسوأ معاملة. لا بقى كان في معاشات ولا تأمينات، ولو تعب ومات وملوش دعوة بيك. فدي كانت كارثة. جمال عبد الناصر عايز يجيب حق الغلبان قبل ما يفكر في نفسه، فقال لك لا، احنا اول ما ننجح في الثوره دي لازم ندي لكل واحد حقه، هناخد من الغني وندي للفقير. بعد ما كان الغني عنده 5000، لا نطير صفرين ويبقى اخره كام؟ 50 فدان. هنا طبعا في ناس كتيره زعلت من جمال عبد الناصر، بس في الاخر هو عايز يعمل مساواه بين كل الناس، تمام؟ ظاهره الاقطاع كانت هي المنتشرة في الوقت ده، فعشان كده كانت أحوال الاجتماعية زي الزفت. ليه؟ عشان انتشر المرض والفقر والجهل. حضرتك دلوقتي معكش فلوس وفقير، فمش هتعرف تعلم ابنك ولا تعالجه، فهنا انتشر طبعا الفقر والمرض والجهل. في ظاهرة الإقطاع دي كده خصائص، أو من أي نوع؟ الأحوال الاجتماعية ولا الأحوال الاقتصادية؟ الاجتماعية. والاقتصادية لما جعلوا مصر ميدان للحرب العالمية كام؟ الثانية. كده آخر مرة هعيد تاني عوامل قيام الثورة عشان تثبت معانا. زي ما قال كده إياد، ركز معايا. أول حاجة استمرار الاحتلال البريطاني ولم تحقق معاهدة 36 الاستقلال. رقم 2 هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. رقم 3 فساد النظام الملكي. ورقم 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ورقم 5 تدهور الحياة الاقتصادية. وأخيرا طبعا سوء الأحوال الاجتماعية.